اكد سعاده المهندس كمال بن احمد وزير المواصلات والاتصال نائب رئيس مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب ان الجهود المبذوله على صعيد تطوير قطاع التعليم والتدريب تركز على تقديم تعليم نوعي ذي جوده بما يحقق الارتقاء والتطور للواقع التعليمي جاء ذلك بمناسبة إصدار هيئة جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقريرها الدولي عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية احتواء بل احتوت على نتائج مراجعة أداء 27 مدرسة حكومية